ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين، ومعايا قصة كفاح من الطراز الفريد. معايا النهاردة في استضافتي الشيف أم حودة. الشيف أم حودة يا جماعة، عايز أقول لكم إن أنا من شهرين تقريبا الناس كلها بتكلمني عنها، وبفضل ربنا الحمد لله قدرنا نوصل للشيف أم حودة، شيف المشاهير وشيف نجوم الكورة وشيف نجوم المجتمع. شيف كل سنه وانت طيبه، منوره الدنيا. عامله ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله تمام. كل سنه وانت طيبه. ايه الحاجات الحلوه دي؟ ربنا يبارك لك. انا اصريت ان الاكل يبقى الحلقه تبقى بعد الفطار عشان ندوق الاكل بتاعك. بألف هنا. لان بألف الناس هنا. يعني الشيف ام حوده، الشيف ام حوده. الاول ايه قبل ما اعرف اي حاجه؟ الاسم. الاسم الشهره؟ يعني ليه ام حوده؟ عشان اسم الاساسي تقيل شويه. اه. اسمك الاساسي تقيل شويه. اه. طب وحوده ده ابنك؟ محمود ما شاء الله، ربنا يخلي يا رب. لك السيد. طيب شيف، عرفينا بنفسك الاول، وعرفينا عرف الجمهور بنفسك. انا ام حوده. تمام. من محافظه البحيره، مركز دي البارود. اشتغلت في الموضوع ده من حوالي 9 سنين. تسع سنين. بدات بالبيت يعني. اه. زي اي ست بيت يعني. ست المصرية. يعني احكي لنا عن رحلة الكفاح دي في البداية كده يا ام حودة. لما انا مريت بظروف خاصة. تمام. فاضطريت ان انا اعتمد على نفسي انا وجوزي. تمام. فاشتغلت الاول، اتعلمت الاول اساسي، شغلي الاساسي الفطير المشلتت. اه طبعا، يعني حاجة الناس ما كلها عارفاني بالفطير المشلتت. قعدت سنتين شغالة عند حد يعني كده، لحد ما ايه، ما شربت الصنعة، لحد ما اتعلمت وبقيت تمام. لحد ما شربت الصنعه واتعلمت وثبتت لي يوميه معينه، يعني ان انا ازيد من كل الناس اللي معايا. بس انا شفت يعني نجوم كتيره قوي يعني مظبطين معاكي في حته الفطير بالذات. لا، اصل هي صنعه. مش اي حد. مشلتت. لا، مش اي مشلتت. مش اي فطير، مش اي مشلتت. الحمد تمام. لله بنعمله حلو، بنعمله حادق، وبنصفره كمان الامارات، وبنصفره السعوديه. ما شاء الله، احنا بنصدر اكل كمان. الحمد لله، الست المصريه ما بتغلبش عامه يعني. ربنا يوسع عليك. الحمد لله رب العالمين. يعني انت الظروف اللي اتحطيتي فيها، الظروف هي اللي صنعتني، هي اللي عملت الشيف ام حوده. هي اللي عملتني. هي اللي عملتني. طيب اشتغلت على نفسك ازاي؟ اشتغلت على نفسي زي ما قلت لحضرتك، اتعلمت الصنعه الاول، وبعدين تمام. وبعدين فكرت ان انا ايه، جنب الصنعه برضو ما سبتش الشغل مره واحده، عشان برضو ايه كانت ظروفي صعبه. اتعلمت ان انا مثلا اخلص شغلي على اخر النهار، اجي بالليل اعمل مثلا لناس معينه عارفيني، بيجوا عند المكان اللي انا بشتغل فيه وعارفيني شخصيا، كنت بروح اودي لهم الحاجه. وبعدين الحمد لله ربنا كرمني، ومره في مره في مره الناس عرفتني، وبقيت حد مميز عندهم، لان انا حابه شغلي. تمام. وببتكر فيه. يعني انت الصبح كنت بتتعلمي. كنت تمام؟ بتعلم. وبعد كده بتروحي تعملي اوردرات للناس. كنت بشتغل للناس. بعمل لهم شغلهم دوت فطير. وبعدين مره في مره ناس قالت لي، طب مش تعملي لنا محشي؟ طب ما فيش بط؟ طب مش عارف ايه؟ فعشان اودي الحاجه للزبون حاجه نظيفه وابقى على طول ثابته معاه، بدات اجيب الحاجه عندي انا اربيها، اجيبها صغيره واربيها، أكل وربي. يعني انت مش بتشتري حاجتك اللي بتشتغلي بيها؟ لا، ما بشتريش. هي اوريدي موجوده عندك؟ موجوده. موجوده. وطبيعي الناس كلها عارفه ان انا من الارياف، الارياف كلها خير، الفلاحين كلهم خير، يعني الخير موجود والحمد لله. طيب انت بتقولي ان انت من الارياف. يعني احنا عارفين ان الارياف برضو يعني الناس بتبقى الى حد ما بسيط موضوع ان هم يطلبوا اوردرات او اكل جاهز او اكل بيتي جاهز من بره. انت ليكي يعني زباينك اللي موجودين عندكم حتى من الارياف؟ حتى من الارياف. يعني ده موجود حتى في الارياف؟ في ستات موظفات، يعني ستات حريم بيشتغل. تمام. بعمل لهم الحاجه مثلا على الطياب، بيبقى لهم يوم في الاسبوع مثلا زي يوم راحه، هي عندها بتعوز بقى اكله دسمه بتاع، انا بعملها لها. هم مش بياخدوها عشان هم مش بيعرفوا يعملوها، هم بياخدوها عشان هم حابيني، انا حابين الحاجه نفسها يعني. وبعدين حاجته كلها مش مكلفه يعني بالنسبه للمطاعم، انا مش بشكك في اكل المطاعم ولا حاجه، بالعكس. يعني كل واحد وليه رزق، بس الحاجه بالايد الست او في البيت بيبقى لها نفس تاني. اكيد بيبقى لها اهتمام أكيد. تاني. أكيد. الحمد لله رب العالمين. طيب شيف، يعني زمايلي في الكنترول بيقولوا لي ان انت يعني الطباخه الاولى بتاعت نادي الزمالك، ايه القصه دي؟ بدون ذكر اسماء طبعا، عشان اللي انا هذكر اسمه ده ممكن
ممكن يعني. لا مش عايزين اسماء بس يعني ايه القصه؟ وانا شغاله في المكان ده، المكان ده على الطريق، فهم كانوا معديين رايحين نادي في اسكندريه. طيب هقطع كلامك معلش، اتفضل معانا مداخله. اتفضل. الاستاذ محمد مرسي. الو. ايوه الو يا فندم. استاذ محمد ازاي حضرتك؟ ازيك يا استاذ، ازي حضرتك يا باشا؟ كل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك طيب ومنور الدنيا كلها يا استاذ. ربنا يخليك يا استاذ محمد. استاذ محمد بتكلمنا منين؟ بكلمك من القليوبيه. القليوبيه احسن ناس، القليوبيه. رمضان كريم. ربنا يبارك في حضرتك، الله يعزك. اتفضل يا استاذ محمد. منوره الدنيا كلها محوده. ربنا يبارك لك يا ابو يوسف. منوره الدنيا كلها ومحوده من النماذج المشرفه كده، الواحد يفتخر انه بس مجرد معرفتها فخر لينا كلنا قسما بالله. الحمد لله. استاذ محمد جربت اكل المحوده؟ ما هو ده سبب المعرفه، انا اعرف المحوده من فتره طويله، وكان سبب المعرفه كنت شفت على السوشيال ميديا كانت هي بتعمل اعلانات للصفحه بتاعتها، فطلبت اوردر، فبصراحه جالي حاجه في منتهى النظافه وحاجه في منتهى الجمال والطعامه، ومن ساعتها وانا اي عزومه كبيره عندي ما بطلبش الاكل غير من المحوده. ربنا يبارك لك يا استاذ محمد، ويعني احنا معانا مثال يحتذى به فعلا، وحد يعني احنا حابين ان احنا نعرض قصته ونعرض الحاجه اللي هو بيعملها عشان نقدر نكون داعم ليه في مواجهه الحياه. طبعا استاذ محمد، اكتر حاجه اكلتها وعجبتك من ايده المحوده؟ هي اولا المحوده مشهوره بالفطير المشلتت، دي حاجه لا يعلى عليها مثلا. يعني الفطير المشلتت ده قصه ثانيه لوحده. تمام. قصه لوحدها المحوده، يعني فطير لا يعلى عليه. تمام. المحاشي بمختلف انواعها كلها الله اكبر عليها، حاجه زي الفل. المشاوي كلها جميله جدا. ليها برضه حاجه مميزه هقولها للناس، الطبق الملوخيه او الطاجن الملوخيه من المحوده، يعني حاجه وهم، حاجه خيال. الحمد لله. الاكل قدامنا والله باين يا استاذ محمد، انا لسه ما اديتش ايدي يعني، بس انا عامل رجيم بقى النهارده. المشكله اللي الرجيم النهارده. انا والشيف استاذنا وحضرتك هتدوق حاجه في منتهى الطعام وحاجه في منتهى النظافه والجمال والله. ربنا يخليك يا استاذ محمد. شكرا. شكرا يا استاذ محمد. شكرا. شكرا يا استاذ محمد. طيب شيف، يعني ما شاء الله عليكي، الصيت واصل من قبل ما نتكلم ومن قبل ما نقرر ان احنا نعمل الحلقه. خلينا نرجع ونكمل قصه نادي الزمالك معاكي. اتفضل. هم كانوا معديين رايحين اسكندريه. تمام. ومن اليوم دوت وهم كلهم اصبحوا عندي يعتبروا بمعنى اصح زباين. تمام. بس محترمين جدا، وبقدروا ان انا ست واقفه في الحر وعلى الطريق وبشتغل، وبسم الله ما شاء الله من يومها يعني هقول لك ايه، ربنا فتح عليا بصراحه يعني الحمد لله. انت تستاهلي كل خير ربنا والله. ربنا يبارك لك يا استاذ سيد. طيب يعني يا شيف، انت قبل الهوا واحنا بندردش مع بعض بتقولي لي ان انا اشتغلت على نفسي وطورت نفسي وحاولت ان انا اعمل انتشار لنفسي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. تمام. انت حابه اسم المحوده يبقى براند؟ هو انا تقريبا اعرف البراند ان حاجه يعني بتعلم. الاول قبل اي حاجه، انت عارفه يعني ايه براند يا ام محوده؟ يعني حاجه بتعلم مع الناس. بص، حاجه مشهوره، حاجه فريده، حاجه جميله. هي الناس دلوقتي قيمه، براند عالي. هي الناس دلوقتي هتعرف ان انا ما يعني ايه، انا بطبيعتي. تمام. زي دي احلى حاجه فيكي. ببركه سيدنا النبي كده بتكلم وبطبخ وبعمل شغلي. تمام. والحمد لله رب العالمين. تمام. موضوع البراند ده انا هنتكلم في موضوع تاني خالص برضه شبيه لكلمه براند. اتفضلي. انا الحمد لله بشتغل على شغلي نظافه وشكل وطعم وحاجه مقبوله برضه في السعر على قد الناس اللي هي طالع عينها في الايام دي، احنا تمام. كلنا عارفين بعضنا وعارفين الدنيا ماشيه ازاي، فبعمل حاجه على يعني لها جوده وفي نفس الوقت ايه سعرها في متناول الجميع. طيب انت بقى شخصيا. تمام. شيف ام محوده، اكتر حاجه بتحب تعمليها في الاكل؟ اكتر حاجه بتحب الحاجه اللي بتتعمل بمزاج غير الفطير؟ لا الفطير ده احنا قلنا ده قصه ثانيه وهنعمل له حلقه لوحده. غير الفطير بحب اعمل حمام. الحمام؟ بحب اعمل الحمام. احنا معانا حمام. احنا شايفين الحمام ما شاء الله شكله جميل يا جماعه. بحب اعمل حمام يعني وبحب اعمل الكفته البيتي. الناس في الكنترول عايزه تيجي دلوقتي يعني. الحمام والكفته البيتي. بحب الحمام والكفته البيتي. اكتر حاجه الحمد لله بعمل كل حاجه. ويعني من خلال الحاجات اللي قدام حضرتك ديت، يعني انا لو في مكان وبعمله
وفي حد موجود او حد دخل على المكان اللي بشتغل فيه هو مش في استطاعته ان هو يدفع او يعمل، لا انا بمد ايدي باكل معاه علشان حتى اشجعه ان هو ما يتكسفش كمان. ربنا يبارك لك. اه الحمد لله، يعني الخير خير ربنا كله، احنا كلنا ماشيين ببركه ربنا وبركه سيدنا النبي، وانا ماشيه ببركه دعوات امي، يعني اللي انا فيه ده بركه دعوات امي. وحاجه بس عايزه اضيفها، اتفضلي. ده سر نجاحي. ده ايه بقى ده يا مهوده؟ الرز بلبن. ده رز بلبن، رز فرن ده. رز بلبن. ده هو ده اساس شغلي، وده فتحه الخير عليا. ازاي بقى؟ حاجه بسيطه الست المصريه العيله الصغيره بتعرف تعمله. كنت بعمله وبنزله السوبر ماركتات. اي سوبر ماركت بنزله. تمام. اسمه محوده برضو. طب ما انت بتشتغل على البراند اهو. بشتغل بس لا انا بشتغل بس بشتغل على الايه، على الحاجه اللي انا اعرف اعملها والحاجه اللي اتعلم مع الناس. تمام. النظافه والتعامل والمصداقيه مع الناس، وانا بحبهم، يعني انا حابه الناس، مش موضوع حابه ان انا يعني باخد منهم رزق ولا مش حاجه، مش موضوع مكسب، انا حباهم، بحب اتعامل مع الناس. يعني انا لو قعدوني على مكتب ما اعرفش انجز شغل، لا انا بحب اعيش وسط الناس كده، بحب اعيش وسط الناس. وبعد ما ربنا كرمني الاماكن اللي انا كنت بشتغل فيها، يعني بدات ابص اشوف ايه اللي الناس بتنزله فيها، يعني التجار وكده، بدات انا اجيب الحاجات دي وانا برضو اللي انزلها في الاماكن دي. طب ايه اكتر اكلات بتطلب منك في رمضان؟ بتطلب مني القلاش، القلاش باللحمه والحمام والكفته البيتي. الجلاش باللحمه والحمام والكفته البيتي. والكفته البيتي. طيب احنا معانا ايه بقى منهم؟ معانا الجلاش ده صح كده؟ تمام. والكفته والحمام. والحمام. طيب يعني والرز بالخلطه بقى وجميع انواع المحاشي والحمام الكذاب وفراخ صواني. وشايف برضو طواجن اهي. طواجن. دي طواجن ايه دي؟ طواجن خضار مشكل باللحمه برضو. وايه الحمام الكذاب بقى؟ الحمام الكذاب ده عشان الناس برضو تبقى عارفه. بيبقى صدور فراخ. وبنتبلها برضو وبنحشيها وبخله كده وبتبقى شبه الحمامه كده، ده اسمه حمام كذاب. اسمه حمام كذاب. اسمه حمام كذاب. طيب ام حوده، يعني سريعا بقى كده، انا يعني بجد ماسك نفسي بالعافيه، انا عامل رجيم فماسك نفسي بالعافيه، يعني ما شاء الله شكل الاكل وريحته حاجه جميله جدا. خلينا نقول ايه اللي بيفرق اكل ام حوده عن اكل المطاعم؟ النفس. النفس. وحب للشغلانه نفسها. تمام. حب للشغلانه نفسها. ربنا يبارك لك يا ام حوده، انا يعني انبسطت جدا جدا وسعيد جدا بلقائك. شكرا لحضرتك. حاجه اخيره، انت قلتي لي ان انا عايزه اوجه شكر لحد معين، انت معاك الكاميرا وتقدري توجهي الشكر اللي انت عايزاه. عايزه اوجه الشكر لابو ولادي، وعايزه اوجه الشكر لصديقي الاستاذ محمد، وعايزه اوجه الشكر الاول والاخير لربنا قبل الكل ووالدتي. ربنا يبارك لك. هي سبب الخير وفتحت خير عليا ببركه دعاء، الحمد لله انا عايشه لحد دلوقتي، وان شاء الله تكون يعني مثال لكل اللي بتقول. وعايزه اقول حاجه صغيره بس لكل من له ام بالذات وسهي عنها في الدنيا، هو الخسران. اكيد اكيد هو الخسران. اكيد. وهشوف الخير بتاع دعواتها ده فيما بعد. ربنا يبارك لك وجزاها خير عن حسن تربيتك وعن حسن تعليمك الهواية اللي بدأت تبقى سبب رزقك وسبب رزق أولادك. الحمد لله. الحمد لله. أم حوده أنا مبسوط إن أنت معايا النهاردة، وبجد أنا يعني نفسي كل اللي بيشوفونا يتعلموا. أيوة. أنا عايزة أوجه بقى حاجة بقى للشباب اللي هي قاعدة دي، عايزة تشتغل، اللي عايز يشتغل مدير بنك، ولا طبعا لسه كنت بقول للضيفة اللي قبلك، مكتب مكيف تحت بيته. طبعا. أنا من خلال الكاميرا، من خلال البرنامج، من خلال الأستاذ سيد، أنا اللي بتكلم مع الناس كلها. أي حد نفسه يعمل المشروع ده، نفسه يعمل ركن المخبوزات الفلاحي، فطير، رقاق، قرص، أي حاجة من اللي انا بعرف اعملها، انا هاجي له مكانه وهقف معاه وهعلم له صنايعي ويبدا يدوس، والسعي ده بتاع هو يسعى ورزق بتاع ربنا ما شاء الله. ربنا يبارك. انا من هنا بقول لهم كده، اي حد محتاج الفكره دي انا تحت امره. يبقى يا جماعه احنا ارقام التواصل هتلاقوها على الشاشه مع الشيف ام حوده، او التواصل من خلال البرنامج او من خلال صفحه الشيف ام حوده، وهي صفحه مميزه جدا، يعني شدتني اسمها مشلت عطا. تمام. هي بتقدم مبادره من خلال برنامج اخبار بلدنا لاي ست، لاي شاب، لاي فرد حابب ان هو يعمل حاجه، حابب ان هو يطور من نفسه، حابب ان هو يفتح مصدر رزق ليه، هي هتقف جنبه. واحنا ان شاء الله برضو هنكون في ظهر اي حد حابب يطور من نفسه، اي شاب حابب ان هو يكون قدوة
لكل اللي حواليه. شيف انا مبسوط جدا ان انت معايا، وان شاء الله حلقه جايه عشان الفطير مشلتت لوحده. عيني ان شاء الله. ربنا شاء يبارك لك استاذ، وبشكر حضرتك وبشكر كل العاملين على القناه. ربنا يخليك، انت شرفتي ونورتي الدنيا النهارده، وانتوا ضيفتونا هنا وطلعتونا بالشكل المشرف ربنا ده. ربنا يخليك بجد يعني. الف شكر لحضرتك، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه. اعزائي المشاهدين، برضو انا يعني معايا حاجه بعد الفاصل ان شاء الله، او هنقول عليها دلوقتي عشان وقت برنامجنا. مركز استرايت للعلاج الطبيعي يا جماعه، مركز يعني جميل جدا جدا، مركز العلاج الطبيعي المكثف تحت اشراف دكتور محمد جهاد، اخصائي العلاج الطبيعي جامعه القاهره. المركز ده يا جماعه هو المركز الاول في مصر بيستخدمه الخيل في العلاج الطبيعي، بيستخدموا الخيل في العلاج الطبيعي لأول مرة في مصر. العلاج الطبيعي بالخيل ده ليه فوائد عديدة جدا جدا، منها انه بيقوي كل عضلات الجسم، وبيقلل التوتر العصبي، وبيعزز الاتزان العام للجسم واستطالة العضلات والتكامل الحسي، وبيعزز الثقة بالنفس. مركز سترايت للعلاج الطبيعي دكتور محمد جهاد، واحنا معانا هنختم معاكم بفيديو لأقوى فرسان أثناء جلسات العلاج بالخيل، ودي حاجة جميلة جدا وحاجة جديدة في مصر يا جماعة، لأول مرة العلاج الطبيعي بيتم من خلال الخيل. مركز سترايت للعلاج الطبيعي المكثف بالخيل، تعالوا نشوف الفيديو ده ونشوفكم الحلقة الجاية إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، دمتم في رعاية الله، كان معكم سيد يوسف. في قدامك حواجز دلوقتي شيلها.